السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير، اموركم طيبه. اليوم فيديو خفيف ظريف، بغيت نشارك فيه معكم جوج عبايات كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. هذه في اللون كورونا، الخدمه فيها فينا وخفيفه، هو ده حتى للنص، وعندها في الكميمات، والثوب ديالها ترونسبارون وانما ما كتبينش لانها مبطنه، انيقه وبسيطه ومريحه في نفس الوقت. وهذه اللي غتشوفوا معايا دابا في اللون الاصفر، غزاله بزاف يا البنات. بالنسبه اللي كيعجبها اللون الاصفر اكيد غادي تعجبها. التنبت فيها متقون، الحجيرات مرصعين بواحد الطريقه متناسقه، اللون في اللون الفضي والذهبي، وكذلك عندها التنبت حتى في اليدين. كيبقاو اختيار مناسب جدا نهار اللي كيكون عندنا شي حضور شي مناسبه، ما بغيناش نلبسوا مثلا اللبسه القفطان بالحزام شي حاجه ثقيله، كيكونوا مناسبين جدا. وطبعا لا يعلى على اللباس المغربي ديالنا التقليدي. يلا حبيباتي، خليتكم في امان الله، مع السلامه.